أمس بالليل قلت لكم عن الاشتراك اللي مسويته في تونينج علشان أضعف. أنا وايد صعب علي إني ألتزم بأي نظام غذائي، أو صعب علي إن أنا ألتزم بمكان يسوي وجبات غذائية بسعرات حرارية تكون على جسمي، لأني واحدة أحب الأكل، يعني ما أقدر أقاوم الأكل أبداً. تونينج من يوم اشتركت فيه بالضبط الحين يمكن أسبوع، صار لي ولا مرة يا بولي بوكس ما كليته كله. الأكل عندهم أكل رجيم بنفس الوقت حلو. فواحدة من الفيجات الله يذكرها بالخير والله ما قصرت، يعني هي اللي دلتني الطريق وهي اللي قالت لي جربي تونينج. فرحت لهم بشرق مكانهم برج جلوبل، أتذكرت كنا الدور الخامس. والحلو فيهم ان الدكتور الاخصائي مال التغذيه يقعد معاك، طبعا يشوف جسمك، يشوف شو تحبين تاكلين، ايش ما تحبين تاكلين، شنو اللي رفيجتي. ما شاء الله العكس، رفيجتي عودها ضعيف، يعني وايد ضعيف، عصله مو سكيني عصله. فكانت تبي تسمن شوي وتبي نظام غذائي انه شوي تفتح شهيتها على الاكل انها تقدر تاكل. فسووا لها جدول ويتابعون معاي الحاله اول باول، ما شاء الله فرقت علينا البنيه. يعني أنا لما رحت باشرني الدكتور أحمد الصالح، دكتور أحمد الصالح عنده ماجستير في التغذية ما شاء الله عليه شاطر، وفي وايد كويتيين عندهم أخصائيين تغذية. والحلو فيهم أول بأول قلت لكم على الخط، يعني أول بأول يتابعون حالتك أو حالتك. الأكل طبعا بناء على جسمك، وجسمك شنو يحتاج، شنو الكمية المحددة تكون من الكارب أو من الدهون أو whatever. سخني لي أكلي طبعاً، يحطوا لكم الرزوق والغداء والعشاء والسناكس وكل شيء، والأكل لذيذ والله، ولا كنا أكل رجيم. بحط لكم الحين وينن الأكل، بحط لكم الحين طريقة شون إذا تبون تشتركون عندهم، وبوريكم ميزة عندهم تهبل. طبعا قبل اعطيكم الديتيلز وشلون تشتركون، بقول لكم عن خاصيه موجوده في تونينج، ان اي بوكس يوصلكم البيت راح تلقون عليه كود. هذا الكود صوري يعني او صوره في تليفونك بهالشكل، راح يفتح لكم لينك. اللينك اللي راح يفتحه هو عباره عن الوجبات اللي دازين لكم اياها، وجبات اليوم. يعني شوفوا انا هذه الوجبات اللي دازين اياها اليوم كلها، وكل وجبة شنو نسبة الفات ونسبة الكارب فيها إلى آخره. وايد حلو، مستانسة إن أنا مشتركة عندهم، وإن شاء الله النتيجة تكون معاي حلوة، والوعد عقب شهر. شنو قاعد تقولين؟ اتصلت شكثر على الشركة، أنا وصديقتي ما قاعد يشبك، ما قاعد يلقط. ليش؟ تبين تشتركين؟ أبي أشترك، شكله شوق الأكل والله. تبين خصم؟ طبعا. شوفي انت والله كم يقولوا لك اجرب اكلم، اذا هذا يسوي والله ما قاعد يلقط، والله العظيم لقينا في كثر. زين اذا ما صار انا لا اكيد يلقط نطري، او كلميهم انه ما قاعد يلقط الخط. زين يلا خلص اسال، يمكن في رقم ثاني. باي يلا. كل ما اصور لكم فوجا كلوزت، حطوا في بالكم ان عندي كود خصم هالمرة 15%، يعني اي واحدة تبي تسوق بعطيها كود خصم بقيمة 15% تستفيد منه. هذا احسه قوي الجاكيت، فخم وايد ويدفي حق الشتا، شرايط وستايل فخم وستايل مع شورت والله بحط عندي بالباسكت. شوفي سعرها أبوي بلاش 27. 27 خلينا نحط السايز ML صح. طبعا هذا حق الشتا هم يعقد، 8 دنانير يعني هذا بعد الخصم كم يصير؟ خطير تدري شو أبوي بنات والله راقي. تصدقين باخذ لارج. اي انت تحبي اي خليني على الاشياء الوسيعة. هذا البنطلون الجلد باخذ منه اموت على الجلد اموت، وغير هذا شوفوا الحركه اللي فيه، في خط هني بالابيض ينن. هذا يشبه الجمب سوت اللي ماخذته من عندهم،
أنا أي شيء في أصفر أموت على الأصفر، بحط لي سايز 10 لأن حالاته يكون ضيق. أي بدلة سوداء؟ البدلة السوداء اللي لبستيها وإحنا بجدة، بس كانت العباية. لا ما كانت عباية، كان في عندك بدلة دريسس كذي ماكسي بس حلوة وايد. عباية. 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 إيه. بس كانت على شكل دريس. أمبي ينن أمبي هذا ينن هذا لازم أخذه. خطير خطير. الكولكشن فوق اللي منزلينه نار. بقول لك هذا عادي. اوف ولونه جبار. شفتي قوي قوي قوي. بحطه يما اي شيء فيه هدا بحبه. انا بعد اموت على الهدا. وحق متابعيني الشباب هم تقدرون تستفيدون ترى بعد من خصمي 15%. جربوا وطلبوا اونلاين، مو بس تروحون السوق وتقايسون خلاص تعرفون مقاساتكم. هذا حلو صح؟ حلو. هذا حلو وهذا بعد هذا حلو هذا حلو كل شيء حلوين. هذا يعقد هذا ستايلش. هذا انا حلوه هالبدله. فاللي يبي يطلبها عندك خصم 15% بموقعهم، مو بس الموقع حق البنات لا، حتى عندهم ازياء رجاليه وازياء اطفال. بنات كود الخصم اللي حطيت لكم اياه 15% ما راح يطلع لكم في خصم 15%، سوري انا مخربطه. راح يكون التوصيل مجاني، يعني اذا كنت بتدفعين سعر التوصيل 15 دولار 11 دولار، لا راح يطلع عليك فري من وين ما كنت طالبه، واساسا اسعارهم رخيصه وهم عندهم خصم 20% على براند معروف عندهم بحط لكم اسمه، واغلب هدومهم منه. بعدني واصلة على المعرض أمل. شوفي يا سلام كبير، فرجيني الصورة الثانية. أمل لك شو اللي خبروك يقولوا هذا التيم تبع أمل؟ امبارح فزنا بأفضل مبيع. كرم امبارح تيم أمل عوضي بأنه الأفضل مبيع عن بخيمة بوتيكات. برافو برافو، بس كمان بأنه أمل عطر كثير حلو. يعني أمل عطر اللي حلو يعطيكم العافية. ما بشوف الناس عند البوث عندك. ايه سناب امل. احلى عطر سيكريت الصراحه لين الحين انا احلى عطر عندي عن جد والله. بوتيكات كلها حبيبتي شكرا.